السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائنا الطلبة وحياكم الله في درس جديد، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم عندنا الدرس الخامس من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط، هذه الدورة المجانية اللي سويناها مع عمل امتحانات، وجزيل الشكر للطلبة اللي موجودين ويانا وحاضرين بهذا الدرس، شكرا جزيلا لتواجدكم ويانا وإن شاء الله راح تستفادون بهذا الدروس. نظام الدورة هذه بالنسبة للطلاب اللي يحضرون أول مرة، ساعة ثنتين كل يوم أنزل الرابط وتدخلون على الدرس هنا وتحضرون، ويكون بث مباشر، واللي عنده سؤال أو استفسار يقدر يسأل عادي ونقدر نجاوبه إحنا إن شاء الله. الامتحان يكون الساعة 3 يوميا. بالنسبة للطلاب اللي منضمين جدد واليوم أول مرة يقولون المحاضرات السابقة أريد نشوفها، نعم كل المحاضرات موجودة قناة اليوتيوب، راح انزل لك اياها بقناه التليجرام، القناه مالتي اللي منزلها بالتليجرام، قناه الثالث المتوسط اللغه الانجليزيه الثالث المتوسط، تقدر خلال هاي القناه راح تشوف كل الفيديوهات مرتبات بمنشور واحد تبدا بيهن، وكل يوم احنا ناخذ شويه شويه حتى نخليك تفهم الماده. بالمحاضره السابقه احنا شرحنا لكم موضوع اللي بولايت واي، وقلنا خلينا نسوي مراجعة للدرس السابق، أخذنا البولايت واي كيف تتحدث بطريقة مؤدبة، وانطيناكم أربع قواعد وشرحناهن أيضا، وذكرنا هذا التمرين وقلنا مهم، وكلكم ما شاء الله عليكم بالتعليقات، كلكم ما شاء الله زينين وفهمتم المادة وكان جوابكم كلش حلو. طيب ايضا اخذنا هذا التمرين، تمرين بي ايضا قلنا كلش مهم، هذا كلمات فوق ننزلهم جوا حسب المعنى، واخذنا ايضا زمن الماضي المستمر، وايضا ان شاء الله اليوم امتحنكم به. طيب اليوم ان شاء الله نحل هذا التمرين اللي هو يتحدث عن الموضوع مال البارحه، البولايت واي، وكل الطلاب اللي موجودين ويانا، الطلاب اللي منضمين ويانا اول مره مو مشكله، احضر ويانا المحاضره وان شاء الله راح تفهم بنهايه الدرس، وراح انطيكم مجال تقدرون تفتحون المايك وتسالوني وانا اجاوبكم. هسه طلابي الاعزاء الابطال اللي حاضرين يمي بالمحاضره السابقه، هي از افات، من يقول لي ليش خلينا ابت هنا بالجواب؟ ليش خلينا ابت؟ يلا من يقول لي يا بطل يجاوبني بالتعليقات. هنا بالحل قايل لك أبت، لأن عافية بفاطمة، عافية بسجاد، عافية بنور، عافية بمرام، عافية بحذيفة، عافية بسجاد، عافية بصلاح، عافية جنات، بارك الله بكم، عافية بملايين، جنات أحسنتي، لأنه متشابهة، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، والله يعني أداء جدا راقي، ما شاء الله، بارك الله بكم، عافية بالأبطال، حلو. حلو، إذن هنا ليش استخدمنا أبيت؟ لأن عندي صفة متشابهة، فات وفات، أبطال، والله أبطال. الجملة الثانية قال لك I can't play، ليش قايل لك very well؟ خذناه، لأن عندي فعل، أحسنتم، لأن عندي فعل، أبطال. بالله خلينا نسألكم بالله علي من unfriendly، والله خلينا نشوف هاي، ليش مستخدم not very؟ ليش؟ لأن الصفات شبيهم friendly وunfriendly شبيهم، من يجاوبني؟ أبطال، ما شاء والله العظيم ما شاء الله عليكم، والله عندي أبطال يعني صدق شطار، لأن متعاكسات أو لأن مختلفات، friendly تشبه تختلف عن friend لأن مختلفات، فراح نستخدم not very. هذا الحكي أخذناه شوكت، أخذناه بالمحاضرة السابقة، حضناه بالمحاضرة وشرحناه، وهذا تمرين علي أيضا. زين هسا اليوم هذا أول تمرين، هذا التمرين هو على الموضوع السابق. هسا ناخذ المضارع المستمر. احنا المحاضرة السابقة أخذنا الماضي البسيط، الماضي المستمر وشرحناه، اليوم راح ناخذ المضارع المستمر. كل اللي موجودين وياي واللي حاضرين سواء هسا تتابعني أو بعدين على اليوتيوب أو شو وقت ما كان، عيد وياي present continuous المضارع المستمر، present continuous المضارع المستمر، يلا عيد ويا present continuous مضارع مستمر. هسه انت احكي بصوت عالي كل present continuous المضارع المستمر. حلو.
طيب نجعل المضارع المستمر. المضارع المستمر بأفعال مساعدة ثلاثة: هي وشي وإت. بس هي وشي وإت، هي وشي وإت تاخذ الإز. الهي وشي والإت تاخذ الإز. هنا أكو آي، دير بارك ماكو آي، لا هي وشي وإت. الهي وشي والإت تاخذ الإز. الذي والوي واليو تاخذ الآر. الذي والوي واليو تاخذ الآر والآي تاخذ الآم. يلا راح أعيدها، يلا يا أبطال، يلا يا شطار. الهي والشي والإت تشتاخذ، جابونا بالتعليقات. الهي والشي والإت تشتاخذ، الهي والشي والإت تشتاخذ. إز بالإنجليزي مو بالعربي طلاب، بالإنجليزي عافية. الهي والشي والإت تاخذ الإز. طيب طيب طيب. والوي الذي والوي واليو، ذي وي يو، هاي بدال الأي حط وي، خطأ مطبعي. ذي وي يو تاخذ الار. الذي والوي واليو تاخذ الار. الذي والوي واليو تاخذ الار. والاي تاخذ الام. الذي والوي واليو تاخذ الار والاي تاخذ الام. يلا يا ابطال، يلا يا ابطال، هذن اسم من الافعال المساعده. زين خلينا نشوف القاعده مالت زمن المضارع المستمر. القاعده تقول فاعل زائدا is او ار او ام زائد فعل بي اي ان جي زائد تكمله. يلا الكل وياي بصوت عالي، بصوت عالي يا ابطال. يلا يا زينب، قتيبه، جعفر، كل اللي موجودين، محمد، يلا الكل اللي موجودين وياني. القاعده مالت المضارع المستمر فاعل زائدا is او ار او ام زائد فعل بي اي ان جي. القاعده فاعل زائدا is او ار او ام زائد فعل يحتوي على الاي ان جي. شنو هي القاعدة يا أبطال؟ شنو هي القاعدة؟ فاعل زائدا إز وآر وآم زائد فعل بي. طبعا الإز تعرفونها، ويا من الإز؟ ويا من الإز يا أبطال؟ ويا المفرد. الإز ويا من؟ تعرفونها. الآر، الآر تعرفونها، ويا من؟ ويا الجمع. والآم ويا الآي، هاي تعرفونها. عافية عافية بالأبطال، عافية كلش زين زين. هسه اذا اجتنا بالامتحان هي دو هيز هوم وورك ناو، اجتنا هاي الجمله، هاي الجمله هاي اجتنا، قال يا بسوي لي اياها مضارع مستمر، شلون راح اسويها؟ انزل الهي وانزل از. ليش نزلت از؟ لان مفرد. وانزل الدو حط لها اي ان جي لان مضارع مستمر، وانزل الجمله مثل ما هي. هي دو هيز هوم وورك صارت هي از دوينج هيز هوم وورك. فاعل از وار وام فعل بي اي ان جي تكمله. He do his homework. He is doing his homework now. He do his homework. He is doing his homework now. He do his homework. صارت he is doing. خلينا الإز وخلينا لدو اي ان جي لأن مضارع مستمر. ها هي بس هيش. حالة النفي قاعدة راح تصير فاعل زائدا is و are و am زائد فعل بي اي ان جي زائد تكمل. قاعدة فاعل زائدا is أو are أو am زائد نات زائد فعل بي اي ان جي زائد تكمله. هاي قاعده النفي. فاعل از ار ام نات فعل بي اي ان جي تكمله. بالنفي شو نخلي؟ نخلي نات. بالنفي شو نخلي؟ نخلي نات. فاعل از ار ام نات فعل بي اي ان جي. الام تعرفونها ويا من؟ الاز تعرفونها ويا من؟ الار تعرفونها ويا من؟ هي دو هيز هوم وورك صارت لك هي از نات دوينج هيز هوم وورك. He is not doing his homework. ها يا أبطال، جيد جدا. نعم يصير اختصرها عادي، مو مشكلة يصير نختصرها، ولكن احنا ما اريدها اختصار لان الاختصار يخربطك، خليها كاملة بدون اختصار. نجي على حالة السؤال. بحالة السؤال الكل يعيد وياي ويقرأ بصوت عالي. قاعدة إز وآر وآم زائدا الفاعل زائدا فعل بي ان جي زائد تكملة. يعني بالبداية تخلي إز وآر وآم. الأفعال المساعدة وين تخليهم؟ بالبداية. إذن نضع الأفعال المساعدة في بداية الجملة. إز آر آم في بداية الجملة زائد فاعل زائد فعل بي ان جي زائد تكملة. إز وآر وآم فعل بي فاعل فعل بي ان جي تكملة.
إذن الإز والآر والآم نخليهم بالبداية يا أبطال. الإز والآر والآم نخليهم بالبداية بس لا أكثر ولا أقل. هذا هو زمن الماضي المضارع المستمر. انتبهوا علي زين، انتبهوا علي زين. الماضي المستمر باشر امتحانكم بالماضي المستمر والمضارع المستمر، يعني إذن اثنينات داخلات بامتحان باشر، الماضي المستمر والمضارع المستمر. راح أسوي لكم مراجعة مرة ثانية لهذا الزمنين. يلا يا أبطال، هسه إحنا راح ناخذ زمن المضارع، راح ناخذ زمن المضارع المستمر والماضي المستمر. هسه أنا راح أرجع أعيد لكم الماضي المستمر اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. القاعدة مالت الزمن مال الماضي المستمر اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، الماضي المستمر القاعدة هي فاعل زائدا was aware، was aware، was aware زائدا فعل بي اي ان جي، was aware وفعل بي اي ان جي، يعني اخلي الwas والwear بالوسط وخلي وراهم فعل بي اي ان جي. يعني مثلا جاب لي هي ايت، هو ياكل ذا دينر، هو دا ياكل العشاء، هي ايت ذا دينر ناو، او يعني ايت ذا دينر بس، هي ايت ذا دينر، او علي ايت ذا دينر. هاي الجمله جتني هيك، شلون احلها؟ شلون اسويها ماضي مستمر؟ انزل الهي، حلو نزلنا الهي، اول شغله انزل الهي، ورا ما نزلت الهي اخلي واز، هي واز، ايت انزلها وش اخلي لها؟ اخلي لها اي ان جي، هي واز ايتينج ذا دينر، صارت هي واز ايتينج ذا دينر. هذا هو الحل مالت زمن الماضي المستمر. زين، خلينا نعطيكم جملة ثانية، خلينا نحلها. مثلا they معناها هم، they جمع، they go home يعني هم رايحين للمنزل. اريد اسويها ماضي مستمر، انزل they احط وياها وير، ليش؟ لان ماضي، لان ماضي وجمع. they were go انزلها واحط ing، they were going home، انتهى الحل. هذا هو زمن الماضي المستمر. مثلا جاب لي اياها غير زمن، جاب لي غير جمله، مثلا خلي اقول مثلا جاب لي علي بلاي يلعب ان جيمز، علي يلعب العاب. اريد اسويها، راح انزل العلي واخلي واز واخلي بلاي واحط لها اي ان جي، واز بلاينج games. هذا هو الحل، انتهى. هذا هو زمن الماضي المستمر. هسه راح انطيكم وحده واريدك تحل اياها بالتعليقات واشوف حلك اذا صح لو غلط. you read the story. يلا حل اياها بالتعليقات، يلا يا بطل. You read this. زين، هسه خلينا ناخذ المضارع المستمر واللي شرحناه قبل شويه، اللي هو الاز واللي هي المفرد والار والام. الاز هي المفرد، الار هي الجمع، والام هي الاي. هاي الجمله هيك جتك عاديه، هذا هاي الجمله هيك جتك بالامتحان، جتك هيك بالامتحان. you fight ويا you read، قال لك هاي الجمله يا ابا، هاي الجمله سوي لها مضارع مستمر، هاي الجمله قال لك سوي لها مضارع مستمر، جتك هاي الجمله وقال لك سوي لها مضارع مستمر. يلا خلينا نحلها سويه. انزل الوي احط ار لان مضارع مستمر، واحط الفايت واخلي لها ing، صارت you are fighting
you are fighting وانزل الجملة مثل ما هي انزل الجملة مثل ما هي you are fighting over which والى اخره انزل الجملة البقية you are fighting. طيب مثلا لو غير للفاعل وقال لي I read quietly. يلا I read quietly before bed time. يلا هاي الجملة شلون نحلها؟ يلا كنا سوية I am read هذا مضارع مستمر I am reading ونزل الجملة البقية مثل ما هي. زين أبطال هسا أريدك أنت تحل إياها. لو قابل لك إياها نط هنا جاب لك نات. يلا شلون تحلها؟ حل إياها بالتعليقات. مضارع مستمر I am not reading. إذن الحال عفية بالأبطال جيد جدا هذه الجملة. زين إذا جاب للفاعل مثلا إذا قال للفاعل مثلا خلينا نقول قال لي ندى يلا شلون تحلونه؟ يلا شلون تحلونه بالتعليقات؟ يلا شلون تحلوا لي؟ يلا هذه مو نفي هذه مو نفي دير بالكم انا ما اريدها نفي اريدها مثبت. هذه مو مثبت انا ما حط لك نوت انت مو كيفك تخلي نوت. احسنتم يا ابطال احسنتم صارت ندى is fighting. هذن زمنين ان شاء الله اقروا لياهن زين وباكر امتحنكم بيهن باكر امتحنكم الساعه 3 الظهر.